بسم الله الرحمن الرحيم. بقناة سامراء واليوم هي تشاركنا هموم المواطنين في اللجنة الفرعية في مركز المحافظة قضاء تكريت. مثل ما تعرفون اليوم أعداد المواطنين قليلة، وذلك أن اللجنة اليوم انتقلت لناحية يثرب للنظر في المعاملات التي تخص جنوب المحافظة اللي هي قضاء بلد وقضاء الدجيل وقضاء ضلوعية والنواحي اللي تابعة لها. مثل ما تعرفون انتم حجم المعاناه بصلاح الدين يختلف عن بقيه المحافظات، لانه احنا ما عندنا وحده اداريه ما بيها الاف الاضرار من ممتلكات مواطنين، العجلاتهم، الدورهم، الشهداء والجرحى والمفقودين، فمعاناه حقيقه كبيره. والمشكله انه بالمحافظه هي لجنه وحده، يعني كانت قبل 2014 ثلاث لجان حولوها بقرار 57 انه لجنه وحده تكون في مركز المحافظه. بس احنا لتخفيف الاجراءات على المواطنين قمنا بالانتقال، ننتقل الى الوحده الاداريه هناك، نلتقي بالمواطنين، نمشي اجراءاتهم حتى نقل عليهم معاناه السفر، نقل عليهم التعب، نقل عليهم المصاريف. وقسمنا المحافظه بجداول بحيث انه نخفف على المواطنين. والان تشكلت لجنه من مجلس المحافظه الغرض اعاده النظر موضوع المراجعات للقسم ومشاركة الوحدات الإدارية ببعض الإجراءات التي تقوم بها اللجنة حتى نخفف على المواطنين مراجعات، يعني بحيث أنه المواطن يراجع مرة واحدة بدل ما يراجع ثلاث وأربع مرات وخمس مرات.